مقابلة صعبة بالمناسبة. نشكر النادي الافريقي على احترام الوثائق الرياضي واللي قدم مقابلة في مستوى عالي. النادي السياسي بين النادي الافريقي فريق كبير وجمهوره وتاريخه، واليوم الحمد لله انتصرنا وقدمنا مقابلة ليش ممتازة من الناحية الفنية، لكن مقابلة أهم حاجة هي لكن قوينا في معناها بعد بداية صعبة، شفنا النقائص تاع الفريق، شفنا السلبية تاع الفريق وحاولنا نصلحوها. ثم شوية شك في وقت من الأوقات، لكن احنا ما شكيناش في قيمة العمل اللي قمنا به، ما شكيناش في قيمة اللاعبين، صلحنا من المستوى تاعنا. أنا جيت مرحلة البلاي أوف اللي قدمنا مستوى ممتاز وفزنا على جميع الفرق على ملعبنا وخارج ملعبنا، مستحقين البطولة هذه عن جدار. بالمناسبة هذه نحب نهدي البطولة للإطار الفني مسيو كرول، نهدي مرزوق وليد بن حسين وكل الهبيري، جميع الإطار الطبي اللي قام بعمل كبير، إدارة النادي، إدارة النادي برئاسة سي لطفي عبد الله الناس الكل قدم معناها قام بعمل كبير، ونادي بطبيعة التتويج هذايا جميع النادي السياسي في كل مكان، وأنا منهم الجمهور هذايا، والحمد لله وإن شاء الله من بطولة إلى بطولة. السفريات اللي عملها في الخارج تعبنا شوية، لكن الحمد لله وقت بدا موتيفي، وقت بدا الروح عالية، وقت بدا الفريق يحب اللاعبين يحبوا يعطيوا حاجة للفريق بتاعهم. كل يهون ولاد النادي السفيرسي قدموا أحسن ما عندهم، حتى هما تعبين زادوا من عندهم باش يهديوا جمهورهم البطولة هذه، والحمد لله جات البطولة هذه. كره الفرحان ما هو كره اكيد فرحان، ما ينجمش يكون موش فرحان، يمكن اسعد واحد هو المدرب الكروي. اي الليله نفرحوا بالبطوله، وغدوه ندخلوا للنزل نحضروا المقابلات ليوم نحضر الفريق النيجيري ان شاء الله. ايوه معناها الفرحه كان الليله، الفرحه كان الليله بالطبع. عندنا اللاعبين المصابين تو ياسين الخليسي اليوم انصاب، عندنا توفيق السلام الخليسي عاود ضرب ديشيري ولا إينوغاسيون نورمالمون إينوغاسيون، توفيق الصالحي عنده إصابة زادة، إن شاء الله يكونوا لاباس وقتها. رامي مش مشكلة فيها. لا مشكلة فيها. مشكلة فيها مشكلة فيها. محمود مشكلة فيها. محمود زادة مشكلة. صالحي إيش عنده؟ توفيق الصالحي ما نجمش نعرف حتى. إيتيرمون. يمكن إيتيرمون على مستوى اللي زاد يطلع. الليزي كيف؟ على مستوى اللي اسمه جوبي. لا معلش ما نحضرش على حد. مش نعرف حتى يشوفوا من طول الاداره الطبي، يشوفوا من الدكتور وان شاء الله يكونوا لاباس ان شاء الله. اما نتصور اصابتهم قويه شويه نتصور. حتى انا خميس الخميس. خميس ايش لعب؟ تلعب فاميلي؟ توك تصير اصابات، تصير اصابات. استاذ الدكتور مقابل 4:30 الله يسعدك. اليوم لدى الكولوار على علي معلول ويوسف نعرف زاد ديكلونشور نتاع solution offensive تخرج مع الجينيسيسي ونوم اون امي معناها تروا بيبو مع مير حداد اللي يهبط اللي ديان كاتريان، دونك خذينا وسط تيران ما عطيناش مساحات هكاك حوا سجلنا، ولكن شفنا في الشوط الثاني فما درجه بدني من اللاعبين رغم اللي معناها فما عديد معناها من اللاعبين اللي كانوا غايبين اليوم، ولكن هذا ما ينقص من استحقاقات اللاعبين اللي يلعبوا اليوم. شبان النادي اخذت اليوم انا ما عندي نظره المستقبل لو يتم الاحاطه بهم يعني بطبيعه فما ليدر دي جون اليوم بالمباراه هذه سو ابري كيلك شوز يلزم فما مرحله تقييميه باش تصير نادي افريقي عمل الموسم الاولى السنه ان شاء الله يبني عليه الموسم القادم خاطر سي ان بروجي كيمي اون بلاس وان شاء الله معناها في المستقبل النادي الافريقي يترهن على البطوله ان شاء الله ويكون في احسن حالاته. Sur l'ensemble, il y a quand même des 12 le premier, tu premier, c'est-à-dire que tu mérites, ou là quand même des sphères, c'est le Hamdoul Abdelab Jamiri. Les quatre clubs, les quatre aujourd'hui, tout d'ailleurs, le Sénat, on est allé en Dom, on est à Matarbi, Matar, ou là quand même, femme parfois. لكن ناخذوا نادي افريقي معناها لونتام ما كانش باهي فما لونتام تاع نادي افريقي ما كانش باهي وهذاك يلعب دور ال
الماتش اللي بعده واللي بعده دونك جلوبالمون النادي السويقسي فريق معناها شفناه معناها لاعب جماعي ان بلوك معناها كي خسر يسجل تو مقابل كل خالد ما ثمش مقابل ما سجلش فيها على الاقل هدف الزهدان صحيح هما شوفوا فما دي مومون في النادي السويقسي فما لاعب جماعي دونك سيلي Il faut les approfondir, c'est ce que je t'apprends.